مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. النهاردة معانا أخبار كتيرة، في أبطال بيحققوا إنجازات، بيحققوا كل حاجات بره، بيحققوها بره كرة القدم، وأكيد فرحانين بفريق كرة القدم ما شاء الله علينا، نتمنى له إن شاء الله في المرحلة الجاية التوفيق بإذن الله. خلينا نبدأ أخبارنا ونبارك لمنتخب ناشئات اليد بفوزه ببطولة أفريقيا، وبطولة مهمة، بطولة كبيرة. فاز منتخب ناشئات اليد، فازوا في مواليد 2002 في النيجر، فازوا ببطوله افريقيا بعد ما كسبوا ست فرق ما شاء الله عليهم، كسبوا النيجر وغينيا والجزائر والكونغو الديمقراطيه وانجولا، وفي اخر مباراه كانت تحصيل حاصل او بنتيجه على ماتش تونس وانتهى عفوا. وفعلا ما شاء الله عليهم قدروا يكسبوا بطوله مهمه وتاهلوا لبطوله العالم في رومانيا. المنتخب بيضم 7 لاعبات من النادي الاهلي، هم ساره يحيى، رحمه، محمد عبد السلام، روان سعيد، سلمى ياسر، وهنا لاشين، منه الله سيد، وياسمين جمال. لهم الف مبروك لمنتخب سيدات اليد، بيمرن الفريق الكابتن رامي عبد اللطيف. بنبارك لاتحاد اليد وبنبارك لمنتخب ناشئات اليد ما شاء الله عليهم، اللي هم قدروا يتاهلوا لبطوله العالم 2020 في رومانيا. هنقول للاتحاد مبروك، لكن هنروح لفريق كره اليد في النادي الاهلي. فريق اليد في النادي الاهلي ما شاء الله بداوا 5 مباريات، لسه في اصابات، لسه في كلام، لسه لعيبه ما تولفتش على بعض، نتكلم بصراحه شديد، لكن نقول ان هم بداوا 5 مباريات، خسرنا مباراه من نادي لوبس وكسبنا 4 مباريات، كسبنا الطيران وحدائق الاهرام والحوار ونادي الزهور. والنادي الاهلي بيواجه ان شاء الله باذن الله، بيتوجه لاسكندريه عشان يقابل نادي سموحه بقياده المدير الفني السويدي اولا لاند جرين. عمل جلسه مطوله مع طبيب الفريق، عندنا مصابين، عندنا اسلام حسن ومحمود فايز، ممدوح طه، كلهم اصابات، وعصام الطيار بيطمن معاه. ان شاء الله باذن الله فريق كره اليد يكون عند حسن ظن الجميع، لان البطوله السنه دي صعبه جدا بعد التدعيمات القويه لكل الفرق من كل الاتجاهات. نروح لفريق كرة اليد سيدات، فريق الحائز الفائز بجميع بطولات الموسم السنة اللي فاتت. كابتن ياسر صلاح بيقول إن بطولة منطقة القاهرة هو استعداد جيد لموسم شاق في كرة اليد السنة دي. هو شايف من وجهة نظره إن كل الفرق برضو دعمت، كل السيدات دعموا، الفرق اختلفت، الأعمار بتختلف، فالفرق كلها بتختلف، دي حاجة مهمة جدا. كابتن ياسر صلاح قدر يفوز على نادي الطيران في بطولة منطقة القاهرة 30-20. ياسر كان بيتعامل مع كل مباراة، بيتعامل معاها وفقا لمعطيات المباراة، لكن فعلا هو قال إن كان مباراة مميزة جدا، اللاعبات أدوا ما عليهم في مباراة الطيران، أدوا أداء مميز جدا، وكان نادي الطيران ند قوي جدا جدا في هذه المباراة اللي جمعت بين الأهلي والطيران في منطقة القاهرة. فريق كرة السلة وراحة 24 ساعة لرجال السلة بعد معسكر اسكندرية. عارفين ما شاء الله فريق كرة السلة بدأ الموسم بمنطقة القاهرة وقدر يفوز على نادي الشمس في نتيجة ما شاء الله 95-46، لكن قبل ما كسب نادي الشمس كان عنده معسكر إعداد في اسكندرية. كسب نادي أصحاب الجياد نتيجة 84-72، وكسب نادي سموحة 101-87 بقيادة المدير الفني كابتن أشرف توفيق. دي حاجة كويسة جدا جدا ما شاء الله. اتفرجت على مباراة نادي الشمس الأخيرة اللي كانت في صالة النادي الأهلي، فعلا ما شاء الله على اللاعبين، بدأ التجانس يبقى واضح على الفريق، بدأت اللعيبة تحفظ الجمل المطلوبة منها. الإعداد فني يعني مع كابتن أشرف كانت حاجة جميلة جدا. كل اللاعبين المميزين اللي انضموا السنة دي، أب أمين وأحمد إسماعيل وأليكس المحترف وكل اللاعبين عشان ما ننساش حد، كلهم ما شاء الله عليهم، كلهم يعني بيموتوا نفسهم في الملعب علشان ينالوا شرف الدخول في التشكيلة الأساسية لفريق النادي الأهلي لكرة السلة السنة دي بإذن الله في موسم طويل جدا. خلينا نشوف تقرير بعد مباراة نادي الشمس، تقرير موجود فيه لأول مرة أليكس المحترف الأمريكاني وكابتن أحمد الجرحي المدرب العام وكابتن أحمد إسماعيل، هنشوفوا قالوا إيه بعد المباراة وترجعوا لنا مرة تانية. مباراة في بداية سيزون لسه منطقة القاهرة، فريق الشمس حارب طبعا، بس طبعا في فروق في الامكانيات طبعا بين الفريقين، هم عملوا اللي عليهم ومباراه كويسه. احنا الحمد لله حاولنا نجرب معظم الناس، كل الناس اخذت فرصه، بنعمل روتيشن ما بين اللعيبه بحيث ان احنا نقدر
يعني نستعد لبطولة الدوري من خلال بطولة المنطقة. فالحمد لله يعني 12 لعيب تقريبا التايم اتوزع عليهم كلهم، ويعني نقول الناس نفذت 60-70% من المطلوب منها الحمد لله. المنافسه في الباسكت كبيره، يعني انت اهلي زمالك جزيره اتحاد سموحه سبورتنج جيش، انت الباسكت مختلف عن اي لعبه. مهما بتدعم في فرقتك سواء اي فرقه في الدوري بتدعم، هي مش معنى كده ان هي بتخرج بره الكومبيتيشن وتبقى هي ليد على فرقه تانية، لا بيبقى الفرقه كلها قريبه من بعض، واللي مش هيتعب وهيموت نفسه واللي هيبخل باي مجهود مش هيقدر يكسب. يعني بالذات الاربعه الكبار السنه دي ماتشات قريبه جدا، اهلي زمالك جزيره اتحاد، بس بنتمنى ربنا يكرمنا ان شاء الله ويوفقنا السنه دي ونقدر نعمل حاجه لجمهور النادي الاهلي. لا طبعا هو ده مش المطلوب طبعا من اللعيبه، هم يعني لحد ما في الفتره دي هنقول يعني 60-70% من المطلوب، لكن طبعا عشان نوصل ان احنا ان شاء الله نكسب دوري نكسب كاس مرتبط لازم طبعا الفورمه بتاعت اللعيبه تبقى اعلى من كده بكتير، الهارموني ما بينهم. خلي بالك الفرقه السنه دي تقريبا شبه متجدده اكتر من فوق 50-60% من الفرقه، فمحتاجين ماتشات كتيره وديه وماتشات رسميه من النوع ده. احنا مسافرين ان شاء الله بكره اسكندريه، عندنا مباراتين، واحده مع الجياد واحده مع سموحه، هيبقوا برضو ماتشات كويسه قوي، خصوصا ماتش سموحه من الفرق الكبيره اللي بتقدر دلوقتي تنافس على البطولات واصله ثالث افريقيا مع كابتن اشرف السنه اللي فاتت، ففرقه هايله. هنستفاد، هنحاول نطلع باكبر استفاده في المعسكر اسكندريه طبعا، واحده واحده يعني ان شاء الله باذن الله هنوصل للي احنا عايزينه في دماغنا بالنسبه لمستوى الفرقه ان شاء الله. والله يعني الطموحات تاخد كل البطولات يعني، بس طبعا مفيش حد بيقدر يوعد بان هو ياخد كل البطولات، انت اللي تقدر توعد بيه ان مفيش اي حد هيبخل بنقطه عرق عشان يحقق البطولات دي. وتعودنا يعني ان الحمد لله ان لما بنتعب وبنعمل اللي علينا وبتدي الباسكت حقه ان ربنا بيكافئك في الاخر بالفوز، ويا رب يا رب ان شاء الله يعني نقدر النهارده يعني السنه دي نسعد الجمهور ونحقق اللي هو مطلوب منه ومجلس ادارتنا ونشاط رياضي ويعني الفرقه كلها ككل كتيم نادي الاهلي. محتاجين بقى خلاص ان احنا النادي الاهلي يمشي في طريق تاني في الباسكت، يعني ان شاء الله يعوض اي فترات زمنيه خسرنا فيها بطولات كان ممكن نكون احنا الاقرب، ممكن كنا مش موفقين، فان شاء الله السنه دي يعني والفتره اللي جايه مش السنه دي بس الحقبه اللي جايه كمان تبقى احسن على النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا لعيبه كلها كبار، يعني احنا 15 لعيب كلهم يعتبروا لعيبه دوليه، فلكن هقول لهم الموضوع مش اسماء، الموضوع مش تعاقدات، الموضوع مش احنا جبنا مين او مين معانا في الفرقه، الموضوع تعب وعرق وتبذل جهد، ربنا هيكرمك. تيشيرت النادي الاهلي دي تيشيرت غاليه قوي وتيشيرت كبيره قوي بتكبر اي حد لابسها، بس برضو التعب والجهد هو اللي ربنا هيكافئك عليه ان شاء الله في الاخر. Thank you. You know, it's a good game. شكرا اللي هو جيم كويس واحنا سعداء ان احنا كسبنا النهارده. Yeah, you know, it's an honor to play for this team. هو فرحان وسعيد اللي هو في النادي هنا ويدي كل حاجه عنده اللي هو احنا نكسب السنه دي ان شاء الله ونعمل موسم كويس. Yeah, you know, عايزين نلعب هنا على البطولات وجي هنا عشان نكسب ويبقى ليدر ليدر للناس هنا في الفريق وكل حاجه، عايزين نكسب البطولات وعايز يكون احسن اجنبي موجود في مصر. It's a family feel, you know. احنا عيله واحده وكلنا قريبين من بعض وبنحب بعض وكلنا كويسين مع بعض. الجمهور عايز يدعمنا، لازم يدعمنا في الصعب وفي السهل، لما نكون كويسين ونكون وحشين ونعمل كل حاجه لسعاده الجمهور. طبعا فوز كويس، مباراه كويسه، نادي الشمس نادي يحترم، كلنا كنا لازم مركزين، الكوتش بيكلمنا بالجيم ان احنا نركز ونلعب، كل واحد يلعب بلعبه وقوته، فالحمد لله قدرنا نجيب الفوز. حاليا المنافسه مش يعني المنافسه كويسه، بس لسه في المجموعات الثانيه نقابل فرق اقوى، فكل ما المجموعات تقل كل ما الفرق تكون احسن.
هو كابتن اشرف بيتكلم معانا ان احنا نهاصل، ان احنا نموت نفسنا، كل واحد يدي حاجه كل اللي عنده، نلعب مع بعض كفريق نموت نفسنا. من كوتش اشرف بيكلمنا على مثلا الحاجات الصغيره اللي هو مش شرط اللي يجيب الاوفنس، مش شرط الانباسي، اللي هو اللعب ديفنس والهاسل والتيرن والستيلز، الحاجات ديت كلها الكوتش بيتكلم عليها. ان شاء الله نعمل موسم كويس ونكسب اكتر بطولات ممكنه السنه دي. عجبني جدا روح الكلام اللي فريق السله بيتكلم بيها، بالذات كابتن احمد الجرحي وهو بيقول ان احنا مش هنبخل باي نقطه عرق، لان تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت كبير، هو فعلا حاسس بيه، واعتقد كمان اليكس الامريكاني كان حاسس بالكلام اللي بيقوله، بيقول ان انا ان شاء الله اكون احسن محترف، وفي نفس الوقت هو حاسس ان هو جوه اسرته عائله كره السله. نتمنى ان شاء الله من فريق كره السله نكون عند حسن ظن الجميع باذن الله، لانها بطولات صعبه جدا لان المستوى متقارب، لكن ان شاء الله باذن الله كلنا متفائلين مع فريق كره السله. عايزين نقول لجمهورنا ان احنا برضو اكيد مش بننسى جمهورنا في كل الاوقات، واكيد في خبر مهم جدا للجمهور، في جلسه جامعه للدكتور محمد العدل رئيس قناه الاهلي مع كابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كره السله بخصوص اذاعه المباريات، وباذن الله الامور بتتجدول وهنشوف الاذاعات شكلها ازاي، وان شاء الله قريبا باذن الله ماتشات كره السله بالنسبه لفريق النادي الاهلي على ارض النادي الاهلي باذن الله تكون على قناه الاهلي موجوده، وده خبر لسه يعني جالسين من اول امبارح، وان شاء الله باذن الله كمان بيحاول كمان دكتور محمد رئيس القناه ان هو كمان يشوف الماتشات الخارجيه معاه، ان شاء الله نوصل لاتفاقيه كويسه باذن الله عشان كل جمهور النادي الاهلي يستمتع به فريق كره السله، واكيد لسه في عندنا كره اليد وكره الطايره بنحاول كل المحاولات، وان شاء الله باذن الله يكون كل ماتشات فرق الاهلي موجوده على قناه الاهلي باذن الله. خلينا نروح لناشئات كره السله وكابتن سيد صابر. اكيد ناشئات كره السله برضو عندنا اهتمام زي ما نهتم بالفريق الاول للكبار والرجال والسيدات، لازم نهتم بالناشئات عندنا، ناشئات كره السله وبطولات كثيره واستعداد لموسم برضو قوي وشاق لفريق الكره او ناشئات كره السله. خلينا نخرج لتقرير مع كابتن سيد صابر مدير قطاع الناشئات في النادي الاهلي، هنشوف بيستعد للموسم ازاي، وترجعوا لنا مره ثانيه. طبعا بدينا الموسم بتاعنا من اول شهر 6، وكنا عاملين جزء لتجهيز الفرق للانتقاء للفرق، وخلصنا الانتقاء دوت تقريبا على اول شهر 8، وتم استبعاد العناصر الغير مناسبه للفرق. بعد كده الفرق ابتدت تستعد علشان دخول الموسم، واحنا هنبتدي الموسم بتاعنا من بكره ان شاء الله، وكل الفرق جاهزه ان شاء الله لتحقيق كل بطولات النادي الاهلي. والله احنا اتكلمنا مع المدربين من اول الموسم ان كل مرحله سنيه ليها شغل معين، يعني المراحل الصغيره بنهتم بالشغل المهاري علشان ننمي المهارات بتاعه الاولاد، وكل ما الفرقه بتكبر بنبتدي ندخل الشغل التكتيكي مع الشغل المهاري عشان يبقى في استعدادات للفرقه اللي هنلعبها ان شاء الله. ويعني كنا حاطين حاجات وجداول للمدربين يمشوا عليها وماشيين عليها بطريقه جيده جدا، ووصلنا لمراحل متقدمه جدا منها ان شاء الله. والله بالنسبه لقطاع الناشئات في النادي الاهلي، كره السله بتتميز ان المنافسه فيها عاليه جدا زي الدرجه الاولى بالظبط، في عدد كبير من الفرق عناصر جيده وفرق جيده، يعني دايما بيبقى في المنافسه 4 5 فرق، يعني في القاهره في قدامنا في نادي الزهور ونادي الشمس، بالنسبه على مستوى الجمهوريه بيبقى في قدامنا نادي سموحه، نادي الصيد ونادي سبورتنج، فالمنافسه قويه، بس احنا قادرين ان شاء الله على تحقيق البطولات ان شاء الله السنه دي. ولا اول حاجه بتتكلم معاها مع اللعيبه الصغيره في النادي الاهلي ان انت تحسسهم بقيمه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي ما عندوش مركز تاني، لازم مركز اول، ولازم الانطباع دوت يتغرس في الاولاد والبنات من صغرهم على هذا الاساس. والحمد لله احنا وصلنا في المرحله دي كتير، وان الناس طبعا تعرف في سن الصغير دوت بيبقى الاولاد بيحاولوا يشتغلوا فردي ويزوروا نفسهم، بنحاول ندوب الحته ديت ان هم يبقى فيه اللعب الجماعي كله، لكن القيمه الاساسيه هي ان النادي الاهلي دايما بيبقى نمره واحد، وده اللي بنحطه فيهم. الحمد لله هو القطاع عندنا مليان باللعيبه، وعلى مدار الثلاث اربع سنين الجايين ده على الاقل كل سنه هتلاقي في 2 لعيبه ممكن يلعبوا معانا درجه اولى 3، ودي النادي الاهلي طول عمره في قطاع السيدات بيعمل الكلام دوت كتير، يعني الفتره اللي فاتت يمكن قلت شويه، لكن احنا بنشتغل عليها تاني ان احنا
نعتمد على اولادنا ان احنا هم دول اللي يشيلونا بعد كده في الدرجه الاولى. انا بقول لهم يا بنات ثقوا في نفسكم، انتوا فرقه النادي الاهلي والنادي الاهلي ما بيلعبش غير على البطوله، ولازم تكونوا عند قد المسؤوليه دي ان شاء الله. زي ما شفنا كابتن سيد صبر وسمعنا حاجه مهمه جدا جدا جدا، هو غرس ان في اللعيبه او اللاعبات في النادي الاهلي، النادي الاهلي رقم واحد. دي حاجه مهمه جدا جدا ان اللعيب وهو صغير يحس ان النادي الاهلي هو دائما وابدا رقم واحد، دائما في المقدمه، عشان لما يطلع ان شاء الله باذن الله للدرجه الاولى يبقى هو تعود اوريدي عنده على المكسب، وهي دي روح النادي الاهلي وده تيشيرت النادي الاهلي اللي بنعلمه من الصغر. زي ما شفنا تقرير من ناشئات كره السله وكابتن سيد صابر، لازم نشوف تقرير عن ناشئين الكره الطايره، تقرير مع كابتن محمود فرج، اكيد هيتكلم على مراحل الاعداد واكيد هيتكلم على ناشئين الكره الطايره استعدادهم الموسم الجديد ايه، لان فعلا ما شاء الله ناشئين الكره الطايره في النادي الاهلي في حته تانية خالص في العالم ما شاء الله، مش هنحسد حد لكن هنقول ان هم ما شاء الله ادوا اللي عليهم السنه اللي فاتت. نتمنى لهم في المرحله اللي جايه باذن الله يكونوا عند حسن ظن الجميع. هنخرج تقرير عن الكره الطايره وفاصل ونرجع نستقبل ابطالنا الكبار، ابطال السباحه شباب او ناشئين وناشئات في البطوله الافريقيه اللي اخيرا اللي فازوا بيها بميداليات كثيره. شكرا. بدأنا الموسم من شهر نص 6، الولاد خلصوا امتحانات وجم انضموا للمدربين بتوعنا، وكل مدرب عمل خطته بحيث وصلنا لشهر اول 9 كل الفرق بتلعب ماتشات وديه استعدادا لبدايه الدوري. الدوري عندنا يبدأ الجمعه الجايه لفرق ال 15 وال 17 وال 19. الميني فولي هيتأخر اسبوعين كمان، فده ماتش ودي اللي خلفيه ورانا دوت مع نادي سبورتنج جاي من اسكندريه استعدادا لماتشاتنا هتبدا الجمعه الجايه ان شاء الله، فريق 15 سنه وربنا يوفق ان شاء الله. الاهلي ده يعني دايما بيلعب على المركز الاول، المركز الثاني بالنسبه لنا زيه زي الاخير، فبالتالي احنا حتى ما بنعملش ماتشات وديه مع اي فرقه، يعني احنا بنعمل ماتشات وديه مع فرقه معينه، وبنعمل ماتشات وديه بين 15 و17 و17 و19 بيننا وبين بعض، بحيث يجي الماتش الرسمي يبقى الاهلي بيخطف الفرقه الثانيه كلها ان شاء الله. هي المنافسه هي هي زيها زي السنه اللي فاتت، بينافسنا فرق الشمس، وادي دجله، الطيران، في الجمهوريه هيخش معانا في المنافسه الاتحاد السكندري، خش معانا سبورتنج، خش سموحه، الصيد، فرقه جامده جدا برضو. ده في جميع المراحل السنيه، هم نفس الفرق اللي بتنافسك. احنا عندنا ما شاء الله السنه دي ولادنا في المنتخبات الوطنيه المختلفه بنسبه لا تقل عن 70%، منتخب الناشئين رابع عالم، منهم 8 ولا 7 من ال 14 لعيب. منتخب شباب بتاعنا اللي هو سادس عالم نفس العمليه 8 لعيبه. منتخب الاشبال اللي لسه عاملينه السنه دي برضو في عندنا عدد كبير ما شاء الله. فالحمد لله احنا بنوفر للمنتخبات الوطنيه لعيبه تقدر تلعب على مستوى عالي على مستوى الدولي ان شاء الله. احنا مطلعين للفريق الاول السنه دي، عندك اهو ابطال ناشئين رابع عالم، ابطال الشباب سادس عالم، اختار من دول على اللي عندك في الدرجه الاولى واعمل احلال وتجديد زي ما انت عايز. يعني انت ممكن تعمل فرقه تلعب 10 سنين قدام ان شاء الله. نفس الطريق اللي احنا ماشيين فيه، في نجوم تانية طالعه جديده هتضاف للي هم وصلوا للدرجه الاولى او اللي هم لعيبه مع الشباب وعينهم على الدرجه الاولى، في نجوم طالعه من ال 13 ومن ال 15 ان شاء الله برضو نفس العمليه. فدايما الاهلي ولاد وعنده احسن مدربين في مصر في النادي الاهلي.
قدم لاعب السباحة بالنادي الأهلي أداء مميزا خلال مشاركته في البطولة الإفريقية رقم 13 التي أقيمت خلال الفترة من 11 وحتى 17 من سبتمبر الجاري، وشارك بها ما يقارب من 350 سباح يمثلون 35 دولة. قاد الخماسي الأهلوي منتخبنا الوطني لحصد 76 ميدالية في البطولة القارية بواقع 21 ميدالية ذهبية و34 ميدالية فضية و21 ميدالية برونزية. كما حصل منتخبنا الوطني على المركز الأول في الترتيب العام تحت 14 سنة والمركز الثاني في الترتيب العام في منافسات تحت 16 سنة. مثل القلعة الحمراء في البطولة كل من سارة سليمان، محمد هاني، محمد مشهور، أحمد سامح، يوسف مجدي. نستطيع أن نؤكد أن النسر الأهلاوي سيحلق كثيرا على منصات التتويج المحلية، كما أنه سيقود منتخبنا الوطني للمنافسة في كافة المحافل سواء العربية أو الإفريقية أو العالمية، وأن اللاعبين الصاعدين سيكونون على درب الكبار أمثال أحمد أكرم، علي خلف الله، عبد الرحمن سامح، وأحمد حمدي. مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يبخل على لاعبيه المتفوقين بأي دعم سواء أكان ماديا أو معنويا، إضافة إلى سفر المميزين من لاعبينا لخوض معسكرات خارجية في أوروبا لاكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك القوي مع المدارس الأوروبية المختلفة. بنبارك لأبطال السباحة، فعلا حققوا ميداليات كبيرة جدا وكثيرة جدا في بطولة أفريقيا للشباب أو للناشئين في تونس اللي قيمت في الفترة من 11 ل 17 سبتمبر. خلينا نرحب بكباتننا الكبار اللي في الوقت اللي جاي إن شاء الله هنبقى واقفين على منصات التتويج العالمية والأولمبية بإذن الله. خلينا نرحب بكابتن سارة سليمان نجمة النادي الأهلي. كابتن سارة مبروك، ألف مبروك ونرحب بك. الله يبارك في حضرتك. وخلينا نرحب بنجومنا برضو في السباحة كابتن أحمد سامح، مشرفنا ومنورنا. نور. ومعانا كابتن محمد هاني. كابتن محمد منورنا ومشرفنا. نورك. نقول لك مبروك. الله يبارك فيك. بطولة صعبة؟ سهلة؟ شايفها ازاي من وجهة نظرك؟ أكيد صعبة، أصعب من هنا يعني. المنافسين من كل حتة بقى ومنافسين أقوياء جدا البطولة دي بالذات يعني. البطولة دي بالذات إن هي 14 سنة صح كده؟ أول مرة لينا. أول مرة. أول مرة بتطلعوا البطولة دي. بصراحة شديدة يا أحمد، النهاردة البطولة دي بطولة مهمة عشان تحضرك للبطولات العالمية بعد كده؟ اه طبعا يعني هو الناس اساسا اللي كان نزلت البطولة دي اساسا كانت جاية من بطولات عالم الناشئين اللي فاتت. فبدأتوا تلعبوا معاهم في احتكاك كويس بيحصل يعني. اه قولي يا سارة، البطولة دي مين المنافسة؟ يعني محمد بيقول لي ان المنافسة قوية جدا، مين كان منافسين هناك في البطولة دي؟ ساوث افريكا دول طبعا يعني. جنوب افريقيا اكيد. هي الوحيده ولا في تونس الجزائر؟ لا كان ساعات تونس والجزائر يعني كان بيبدلوا كل شيء. طب خلينا يا محمد نبدا نقول استعدادوا ازاي للبطوله دي. مفيش يعني، خلصنا بطوله يعني اول ما اسامينا طلعت ان احنا نطلع المنتخب من قبلها بشويه كنا بادئين نجهز يعني نتمرن وكده وشادين كلها. عند حاجه قلت لي اول ما اسامينا طلعت منتخب، الاسامي دي بتاخد على ارقام على لا على اساس بطوله اسمها كاس الاتحاد. كويس. كان دي المعيار بقى يعني. اللي بيجيب رقم معين فيها بيطلع. واسامينا طلعت بقى وكله بدا يجهز للبطوله دي طبعا. والحمد لله عملنا كويس يعني. اكيد عملت كويس. بالمناسبه محمد هاني ثلاث ميداليات ذهبيه مظبوط كده؟ لا، اثنين ذهب واحده فضه. 200 و150 اثنين ذهب واحده فضه. الفضه في اي واحده؟ 50 في ال 50 وال 200 وال 100 ما شاء الله عليك. في ال 200 اشمعنى اخترت الباك؟ يعني هنا اشمعنى؟ يعني كل الناس بتقول لك حره حره حره، اشمعنى اخترت الباك؟ عشان انا موهوب فيه اصلا من زمان يعني. هي اكتر عمر بعرف اعمل هو كمان، انا عشان طويل فدي بتساعدني اكتر يعني. هي موهبه كده. ايه موهبه؟ ساره اشتغلتي بريست واخدتي سباحه البريست، واخدها من انت صغيره ولا اخدتيها بعد الحره اتعلمتي حره فبعد كده رحتي البريست؟ لا لا، البريست كان في الاول اول حاجه عرفت يعني كنت شاطره فيها كانت هي البريست. طب يعني ارجع شويه لورا، بدانا كام سنه؟ اربعه. بقيتي 4 سنين سباحة. والنهاردة ما شاء الله كم سنة؟
15. ما شاء الله. خليكي بقى في 11 سنه سباحه. عايزين نقول مين اللي وداكي ملعب السباحه وليه رحتي السباحه؟ اشمعنى اخترتي لعبه السباحه بالذات في النادي الاهلي؟ يعني هي مامتي وبابايا هم اللي كانوا قرروا كده واشتركوا لنا في النادي الاهلي عشان السباحه. اه الصوره دي اللي قدامي عايزه تعلقي عليها. دي في بطولة المغرب بتاعت دورة الألعاب الأفريقية. كنا في التتابع بتاع الأربعة في مية متنوع والحمد لله أخذنا فضة. كنت نازلة مع هانيا مورو ورولا وفريدة عثمان. طبعا ما شاء الله أكيد اتعلمتي حاجة من هانيا مورو وأكيد اتعلمتي حاجة من فريدة عثمان. اتعلمتي إيه منهم؟ يعني بيبقوا يجوا عند السباقات يعني بيبقوا ستريكت جدا اخدت منهم التركيز داخل السباق. تركيز ايوه بالظبط. بتركزي جدا معاهم. مواعيد بقى بالظبط وينزلوا السكن امتى. ايوه دي حاجه كويسه جدا. الصوره دي صوره مين؟ الكابتن بتاعي. كابتن مين بقى؟ ما تقولي لي انت بتقولي. الكابتن محمود موسى. كابتن محمود موسى هو مدربك في النادي؟ لا مدربك. المدرب بتاعك. كويس جدا جدا جدا. كابتن احمد سامح اكيد البطوله دي كانت فيها مواقف صعبه داخل البطوله. يعني ايه مواقف صعبه؟ بيقابل اللعيبه مواقف داخل البطوله بالذات دي لعبه فرديه. في هيصة، في عدم تركيز، في ايه ايه الموقف الصعب اللي قابلته غير؟ اولا ان احنا في بلد غريبه يعني في تونس. فكان دايما لما في اي حد من تونس او فرقه تونس بتاعت التتابع بتطلع كنت دايما تلاقي الاستاد كله بيشجع يعني. وستريس اللي هو بتاع قبل السبق ده كان صعب. وان هي بطوله يعني اهم بطوله انا نزلتها لحد دلوقتي فستريس يعني كبير. قولي الصوره دي الصوره ايه؟ ايه الصوره دي؟ دي انا خدت تالت. فين بقى؟ تالت. هي في البطوله. كويس. مين بقى الاثنين اللي معاك؟ ده ياسين حسام مصر. وده واحد اسمه لوكا من ساوث افريكا. هو ده كان جاي من بطوله العالم الناشئين. جاي من بطوله العالم. هي نفس الصوره دي برضو ولا حاجه؟ لا دي كانت 400 حره. خدت فيها تالت برضو. اللي على الشمال ده كان من تونس. اسمه خليل. وماثيو ده برضه من ساوث افريكا. لازم ارجعك شويه برضه ورا زي ما سالت ساره برضه. ده سؤال مهم جدا. دخلت السباحه ازاي؟ لعبت سباحه ليه؟ بابا كان دايما عايزني العب حاجه. تلعب حاجه لكن هو وجهك على السباحه؟ هو وجهني على كل حاجه. هو حاول معايا كل حاجه. طب ارجع بقى من الاول. قبل ما رحت السباحه رحت ايه تاني؟ رحت باسكت. ورحت جمباز. بس الجمباز يعني ما قعدتش فيه نص ساعه حتى. بس اكيد الجمباز فادك. نص ساعة بس في جمباز. مفيش جمباز. مفيش جمباز. قول لي بقى بدأنا سباحة ودخلت في سكة البطولة دخلتها ازاي؟ عرفت ازاي؟ الدعم بابا ماما الدنيا ماشية ازاي معاك؟ طبعا الدعم كان كبير جدا من بابا وماما. بس يعني في الأول كان ما كنتش موهوب قوي في السباحة. كانش في دماغك زي ما بيقولوا كده. بالظبط يعني كانش في دماغي قوي. بس بعد ما يعني اتحسنت وقابلت الكابتن بتاعي وهو وداني في حته ثانيه خالص يعني. فبدات تشتغل الشغل اللي هو يوجهك. لو بصيت قدام نظره بعيده كده روح رايح لفين؟ احمد سامح رايح لفين؟ ان شاء الله يعني بيني بصراحه ده طموح وهدف اكيد عندك. يعني انا بحاول اروح بطولات العالم الناشئين 2021 و الاولمبيات ناشئين برضو. بس كده. محمد اكيد التارجت مهم او الهدف مهم في حياتي الرياضي. اكيد. ما هو انت لما فكرتش في حاجه يعني تعملها بعدين عمرك ما هتوصل لحاجه. يعني لازم تفكر في الحاجه دي عشان تعرف توصل لها. ولازم دايما يعني يبقى عندك تارجت. يعني حتى لو وصلت يعني مثلا بطوله عالم او الاولمبيات لازم تفكر في حاجه بعدها. يعني مثلا تحطم رقم. تجيب مثلا عدد كبير من الميداليات. فاهم؟ الصوره دي بين اتنين لعيبه. ايه بقى الصوره دي؟ قول لي. الاثنين من ساوث افريكا. الاثنين ساوث افريكا وانت لوحدك مصر. ما شاء الله عليك. نادي الاهلي حاجه جميله. ده في سباق كام يا محمد؟ ده 200 باك. ده ال 200؟ تقريبا. هو ال 200 باك ده. هو ده ال 200 باك. ما شاء الله عليك. حاجه مهمه جدا في حياتي الرياضي. بتوفق بين دراستك وبين التدريب. وانا عارف التدريب بتاعكم حاجه يعني مميته. صعب. عندكم اعتقد يعني جيمات جيم وفي نفس الوقت كمان عندك تدريب جوه الملعب. ايه بقى؟ ايه الموضوع؟ ودراسه وشد واحكي لي. بنحاول نوفق بينهم على قد ما نقدر. يعني احنا معظمنا يومهم بيبدا بالمدرسه بعد كده التمرينين.
لا ما بيبداش المدرسه اليوم، مش بيبدا المدرسه اليوم، بيبدا في حمام السباحه صح يعني. انا عن نفسي لا، انا ما بتمرن بالليل الاثنين، بس في ناس فعلا كتير بيتمرنوا الفجر، يطلعوا على المدرسه وبعد كده يطلعوا على تمرين اللي بعده. وبرده المدرسه اكيد بتساعدنا برده في يعني مثلا عندنا بطوله ولا حاجه فاهم، نعتذر عن المدرسه اسبوع او كده. المدرسه طبعا يعني فاهم بتحاول. بصراحه شديده بتذاكر امتى يعني؟ دي حياه رياضي. وعايزين نقول للابطال انتوا ابطال النهارده، فعايزين نقول للولاد الصغيره خش رياضه، بس ازاي بتوفق بين الدراسه تتذاكر امتى وتلعب امتى؟ هو قد ما اقدر ما اضيعش وقت يعني، اخلص تمرين يعني ما فاضي يبقى اذاكر لحد ما التمرين التاني يجي بقى. وطبعا يبقى في يوم راحه سلبيه كده في الاسبوع ده يعني طبعا لازم نذاكر فيه كتير جدا. وبعد كل بطوله كده بناخد ريست شويه يعني، حوالي مثلا لو بطوله القاهره مثلا يومين او ثلاثه، وجمهوريه ممكن اسبوع. فدي بقى بنلم فيها الدنيا كلها اللي فاتتنا يعني. نفس الاستامبا احمد ولا انت غريب شويه عن محمد؟ لا لا انا زيه، بس انا تمرين. بس شكلك خروج برضو، بتخرج مع اصحابك صح؟ واضح عامل مشاكل في موضوع المذاكره في البيت صح كده ولا ايه؟ بس انا بالنسبه لي يعني ان انا اركز في الدرس او اركز في المدرسه يعني بيشيل موضوع المذاكره يعني. ممكن اذاكر اقل بس اركز اكتر في الدرس. تمام. ساره اكلمك بصراحه شديده، دي السباحه دي حياتك كلها. واصحابك طبعا يقول لك تعالي اخرجي وما بتخرجيش. أيوة. وقصه لما تحققي ميداليه بيقولوا لك ايه بعد تحقيق الميداليه اصحابك؟ لا طبعا الوضع بيختلف تماما. ايه بقى؟ احكي لي الوضع يختلف ازاي. يبداوا بقى، لا ده انت طلعت بقى بنتيجه وكل الخروجات ما جتهاش، في نتيجه في الاخر يعني. في نتيجه. لو خرجتك من السباحه قلت لك ايه هواياتك المفضله خارج السباحه؟ مش قوي يعني. خروج موسيقى قليل قوي. الخروج فرجة يعني. كوره؟ لا مش قوي يعني، ممكن بقعد على الموبايل شويه. على السوشيال ميديا. اخبار السوشيال ميديا ايه معاكي بعد بتكسبي بطولات؟ بيقولوا لك ايه؟ لا كتير بقى. ايه احكي لي بقى، انا عايز اقول كتير ده برضه. بلاقي بقى نوتيفيكيشنز كتير جدا بقى من كل واتساب وانستجرام كله بقى. سؤال مهم، مين مسك الاعلى في السباحه رايحاله في العالم او في مصر؟ فريده عثمان طبعا. فريده عثمان، كابتن فريده عثمان هي التارجت عندك. تكسبيها؟ لا اصل هي دولفين وانا بس يعني. لا عشان كده ما شاء الله عليكي. قولي لي الهدف في المرحله الجايه. ان شاء الله بطولات العالم يعني. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله قدامنا ابطال ان شاء الله قريب جدا هيكونوا واقفين باذن الله على منصات التويج العالميه. لكن خلينا ناخد منهم كلمه اخيره لمحمد للاسره، تقول لهم ايه النهارده؟ طبعا اشكرهم يعني، هم اصلا يعني اللي عملوني وخلوني في السباحه يعني، هم اصلا هم اللي دخلوني السباحه من الاول. بس ماما اكتر صح؟ يعني بصراحه انا مش فاكر يعني. عارف انا دخلت السباحه هم اللي هي بتوصل هي بتتعب. تمام. يعني اكيد طبعا يعني ماما ناحيه ماما شويه فاهم، بس هم اصلا دخلوني السباحه من الاول وفضلوا مكملين معايا. كان ممكن نوقف يعني، نوقف سباحه يعني. عايز تقول لهم كلمه النهارده ليهم؟ اقول لهم شكرا طبعا على كل اللي انت عملته معايا. ساره تقولي ايه للاسره الكريمه عندك؟ شكرا طبعا، وصلوني اللي انا فيه ده وربنا يخليهم ليا يا رب. احمد اخر كلمه عندك عشان نطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا. شكرا جدا والله، من غيرهم ما كنتش هبقى حاجه يعني. من غيرهم ان شاء الله مش تبقى حاجه، لكن انا متاكد انت بيهم ومع كل الناس والدعم باذن الله هيكون عندنا ابطال كبار باذن الله. خلينا نشكر ابطالنا، بنشكركم جدا كنت معانا النهارده، والف يوم مبروك مره ثانيه ساره واحمد ومحمد، وان شاء الله تكونوا على منصات التويج العالميه قريبا جدا. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل كباتننا الكبار في السباحه. اهلا بكم مره ثانيه في الفقره الاخيره في العاب الصالات ونجومنا في ابطال السباحه او في ميداليات كثيره جدا في افريقيا. خلينا نرحب بنجمينا الاخرين اللي هم مش قادرين يمسكوا نفسهم بالدخل بس ماشي. يوسف مجدي بالوقت الف مبروك وشرفتنا. وخلينا نرحب بكابتن محمد مشهور نجمنا الكبير. كابتن محمد الف مبروك. الله يبارك حضرتك. قول لي ايه قلقان ليه؟ احنا على الهواء وعادي وهنتكلم عادي وهنتكلم عادي. خلينا نتكلم على السباحه شويه. قول لي ميداليات ما شاء الله عليك، حققت ميداليات كثيره جدا، اعدادك للميداليات دي كان شكلها ازاي قبل ما تطلع من مصر للبطوله الافريقيه؟ يعني تعبت في التمرين الحمد لله. كابتن ولا يهمك. بصوا يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، الموضوع فيه يعني توتر شويه معاهم، انا ما عنديش مشكله خالص، اكيد دول ولادنا واكيد دي قناه النادي واكيد احنا قاعدين هنا قاعده اسريه جدا، لكن ما عندناش مشكله خالص ان هم يضحكوا ويهزروا، لان في الاخر هم فعلا جايين نستمتع معاهم بابطالنا الكبار. كابتن محمد اتفضل.
كان الموضوع لازم الواحد يتعب ويجتهد عشان يوصل للأفريقية اصلا. كويس. والأفريقية ليها شغل تاني غير مصر. والواحد لازم يفرق ما بين ان هو نازل في بطولة جمهورية ومش وبطولة أفريقية. السباحين اقوى، مهارات اكتر، تكنيكس على اعلى مستوى. والواحد يعني الحمد لله عملت بطولة حلوة بس مش على مستوى، بس اتعلمت حاجات وان شاء الله اعملها هنا في المرحلة اللي جاية. اصعب سباق جوه السباقات دي كان سباق ايه محمد مشهور فعلا السباق ده بالنسبة له، اول ما خلص استريح خلاص؟ الخمسين بريست. ليه الخمسين بريست؟ اشمعنى؟ عشان كان انا كنت مرشح اول فيه بس الحمد لله اخدت تاني، بس كان اصعب سبق، وكان المية برضو صعب. المتين ربنا الحمد لله ما وفقنيش فيه بس اخدت برضو تاني. والحمد لله كان البطولة كويسة وخدنا اول في التتابع. دي اهم حاجة في الموضوع، ان في الاخر استفدنا من تجربة. لسه الوقت جاي كتير يعني. اكيد اكيد. يوسف قول لي بتعوم ايه بالظبط؟ انت بتعوم ال 200 و400 حرة، سباحات طويلة. 1500 ال 200 و400 بس يعني الاساس عندي السباحات الطويلة. ال 1500 قول لي عملنا ايه؟ الحمد لله اخدت الميدالية البرونزية في ال 1500 يعني الحمد لله، وخدت في تتابع ال 4200 خدنا فضة. دي حاجة كويسة جدا، استعدت ازاي للبطولة؟ والله هو الفكرة بس الوقت كان زنق قوي، والفكرة اللي احنا كانت البطولة مؤهلة برضه كانت مهمة عشان برضه التنافس بيبقى جامد في مصر. فيعني الحمد لله التمارين جامدة، وطبعا مش قادر اقول لحضرتك يعني صحينا الفجر وبعد الظهر وتمارين محمد هاني قبليك على طول قال ان هو مش بيشتغل الصبح، انت بقى احكي لي اليوم بتاعك في دراستك في الدراسة وشغل ازاي؟ تحب تسمع؟ لازم اسمع، لازم اعرف. طيب. طبعا كل الناس اللي تعرف. بصحى 4 ل 10 الفجر. ماما بتصحيني طبعا، كتر خيرها الصراحه بتتعب معايا جدا. بتحضر لي الفطار وبنزل بنروح التمرين. يعني ساعات بروح مع كابتن اشرف صلاح المدرب بتاعي، وهو الصراحه ساعدني جدا الفتره اللي فاتت. يعني هو اللي وصلني للمستوى ده. وساعات ماما بتوديني بنروح التمرين، لو كده بخلص على حوالي 7:15 بخلص وبلبس وبطلع المدرسه. انا ساكن في فيصل، بتمرن في اهلي مدينه نصر، ومدرستي في المقطم. طبعا مش شايف المسافات، ضرب المسافات. ما هو الفكره حضرتك يعني الواحد بيبقى يعني بيتمنى ان هو يبقى احسن واحد في كل حاجه، فبيبذل مجهود كبير جدا. فهو بس يعني حتى الواحد مش بيطلب اي حاجه من الناس غير ان هي تقدر بس المجهود مش اكتر. يعني بصراحه شديده الموضوع صعب جدا لما يكون هو زي ما هو بيقول فيصل، ويطلع اهلي مدينه نصر يتمرن، وفي مدرسته في المقطم. فعلا السباحين بيتعبوا جدا، بالذات ان هو يتمرنوا الصبح وبعد الظهر، وكمان في الدراسه ما شاء الله عليهم، اكيد مش بيعيشوا حياه طبيعيه، لكن هو في الاخر بيكون نتيجته ان هو بيعلق ميداليه، ودي احلى حاجه في الحياه. قول لي يا محمد، رحنا السباحه ازاي؟ انا كنت مقرر ان انا ابطل السباحه، بس كان رحت للدكتور بتاع حساسيه الصدر، قال لي لازم العب سباحه يعني كرياضه. لا كرياضه رحت السباحه يعني، وانا صغير مثلا رحت كذا ملعب، وفي الاخر استقريت في ملعب هاندبول. انت بقى رحت لعبت قبل كده رياضات ولا بدات سباحه وفضلت في السباحه؟ لا لعبت سباحه اول حاجه، بعد كده سبتها، بعد كده لعبت فروسيه وبوكس ما شاء الله وجمباز، بس فشلت الصراحه في الجمباز. بس بطل دلوقتي كبير في السباحه الحمد لله. وبعد كده رحت رجعت، واول سنه او سنتين كنت مش كويس، كان مستواي واقع. عاجبني فيكم الصراحه الواضحه، ان انا بدات مش كويس لكن دلوقتي ما شاء الله داخل في منظومه البطل، ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل تكون بطل من ابطال مصر الكبار باذن الله. خلينا نتكلم على مين المنافسه هناك، المنافسه كانت شديده ازاي، مع مين، مع اي بلاد، مين البلاد اللي كانت قويه بالنسبه لك؟ جنوب افريقيا كانوا من اقوى البلاد. وكان في ولد عنده روح رياضيه كويسه، كان يعني لما بيكسب مش اللي هو بيغيظ اللي قدامه، بيسلم عليه ويقول له هارد لك وكده. اللعبه الفرديه يا يوسف احساس بالذات، بتكون عايز تقول انا بطل، لكن ان في يكون روح رياضيه بين اللاعبين ده شيء مهم جدا. ده لا بس احنا الحمد لله يعني ما فيناش الحته دي يعني كمنتخب الحمد لله. يعني بالعكس كلنا متواضعين جدا يعني بنخسر يعني انا وسامح
يعني مع بعض في السباقات لا، بس بالعكس احنا يعني صحاب جدا جدا، ومش معنى ان احنا بنتنافس اللي احنا كده نكره بعض، لا خالص. الرياضه الرياضه ملهاش اي علاقه بالموضوع ده. دي اكيد دي حاجه كويسه جدا. لما بتفرج على السباحه دايما بقول هوب هوب هوب، اللي بره المدربين كلهم بيقولوا الكلام ده، بتكون سامع ده وانت بتعوم ولا هي ملهاش لازمه؟ ملهاش لازمه على طول. الواحد نازل هو عارف هو هيعمل ايه، اصل لما يقول له كده او ما يقولوش هو كده كان نازل هو عارف هيعمل ايه. دي مش هتغير من اللي هو هيعمله. قول لي في السباحه بيكون في سكولر شيب ويسافروا لبره لامريكا وبتاع، الهدف بتاعك فين اللي جاي؟ امريكا والسفر ولا ايه بالظبط؟ طبعا الواحد نفسه يخش تدريجا كده بطوله العالم، وبعد كده افريقيا الاول، اخد ان شاء الله ذهب، بعد كده عالم، وبعد كده اولمبيكس. يعني كل الواحد بتسيب حياتك خالص وتشتغل على التارجت ده في حياتك؟ لا ما ينفعش، ما كده الواحد هيفشل في حاجات تانية زي مثلا الدراسه وكده. ما هي دراسه ورياضه، لكن اصحابك وخروجات وسهر وكل الكلام ده بتمنع عنه اكيد. ساعات كتير دي حاجه اكيد. هتقول ايه للاسره الكريمه اللي ساعدتك ودعمتك في المرحله اللي فاتت؟ تعبوا معايا جدا، ويعني بشكرهم جدا، وكانوا بيضغطوا على نفسهم كتير في حاجات، يعني في حاجات كتير قوي، وكانوا بيصحوا الفجر معايا والصبح وبهدله وروح مدرسه وارجع ورا فتنس، فهم تعبوا اكتر مني. هسألك سؤال واضح جدا وعايز رد سريع، اصحابك في المدرسه وانت ما شاء الله اصحابهم عادي وفجاه بتبقى بطل، بيتعاملوا معاك ازاي؟ هم بيقعدوا بقى يروشوا، اللي هو سوريا سيطره وكده وبس. بس اكيد دي حاجه كويسه، وان شاء الله باذن الله تمناك في المرحله الجايه باذن الله تارجت كويس. يوسف ايوه، كلمه اخيره للاسره الكريمه قبل ما نختم الحلقه. طبعا بشكرهم جدا لان هم بجد تعبوا معايا جدا واستحملوا قرف كتير طبعا، وصحيان الفجر وصحيان الفجر ويعني مشاوير وكده، فيعني بشكرهم الصراحه تعبوا معايا بجد. بيبارك لك واقول لك الف مبروك يوسف والف مبروك يا محمد، وان شاء الله باذن الله في المرحله الجايه تكونوا ابطال متواجدين في منصات التتويج ان شاء الله. عرضنا جزء من حياتهم، عجبني جدا الفتره اللي بيتكلموا بيها، عجبني جدا ان هم بيتكلموا من قلبهم عادي جدا، مش بيقولوا حقيقه، لكن فعلا السباحه لعبه شاقه جدا، مش لعبه كمان مرهقه جدا لاولياء الامور. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق هم اولياء امورهم، وان شاء الله نستقبلهم في قناه الاهلي قريبا وهم يكونوا ابطال كبار على مستوى افريقيا والعالم، وان شاء الله في المحفل الاولمبي. في اخر الحلقه بشكركم والى اللقاء.